السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة رمضان، رمضان كريم جميعا عليكم. معكم محمد صبرة، مشرف قسم التدريب في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات سك وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا. هكون معاكم النهارده لإدارة النواحي الفنية الخاصة بالسيشن الويبينار النهارده، الأونلاين ويبينار. هيكون معانا النهارده ضيفنا العزيز الباشمهندس احمد مصباح، هيكون هو البريزنتر الموجود معانا النهارده اللي هيتناول الموضوع النهارده. موضوعنا هيكون زي ما انتم شايفين بعنوان Retrieval Augmented Generation REG The Next Evolution in Large Language Models LLMS. ده التوبيك اللي احنا هنتناوله النهارده. اتمنى لكم يوم موفق ان شاء الله وسعيد. حابب بس انوه على حاجه، السيشن دي ريكوردد، الريكوردنج فيديو هيجي لكم وانس ان بس يتعمل له سيتلمنت، وهيجي لكم البي دي اف الخاصه بالبرزنتيشن اللي هتتعرض عليكم دلوقتي. حابب برضو انوه ان دي سيشن اونلاين ملهاش شهاده حضور، تبقى لمده ساعه شامله كل حاجه. في نهايه السيشن بيكون في فتره من 10 ل 5 او 10 دقائق في الاخر او ربع ساعه، الباشمهندس احمد هيمانج الاجنده بتاعه السيشن خلال الساعه كما يترقى له، يعني ان شاء الله حسب البروجريسيف بتاع الماتيريال قدامه او التوبكس اللي هي تو بي كفرد انسايد الماتيريال. بيكون في نهايه اليوم معانا الاوبن كويستشنز او الاوبن ديسكشن، مش مطلوب حاجه، انت سيادتك هتكتب السؤال اللي سيادتك عايز تعرضه، الباشمهندس احمد هيقرا السؤال وهيتناول الاجابه للجميع اونلاين واحنا موجودين ان شاء الله رب العالمين. لو في زخم من الاسئله هنحاول ناخد اكبر قدر من الاسئله ونبدا ان شاء الله نجاوب عليكم حتى لو نبعتها لكم باي ايميل. تمام، فاستاذنكم في نهايه اليوم محدش يخرج قبل ما نعمل الاوبن كويستشن او الاوبن ديسكشن اللي هتتعمل في نهايه السيشن. حاجه مهمه ثانيه حابب انوه عليها، احنا في نهايه السيشن بيكون في الايفالويشن فورم، وانس ان احنا هنقفل او سيادتك هتخرج هيجي لك الاوتوميتد لينك كده هتفتح قدامك ان انت تقيم السيشن والتوبيك بتاع النهارده من كل النواحي. هستاذنكم دي يعني يا ريت بس تساعدونا ان احنا ناخد رايكم في التوبيك، فبليز هيبقى امر مهم جدا ان احنا نعرف رايكم، فبليز نعمل التقييم بعد ما نخلص السيشن. هترك دلوقتي المايك لزميلي الفاضل الباشمهندس احمد مصباح. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا استاذ محمد، اتفضل يا فندم. اشكرك جزيلا على المقدمه وتحياتي لحضرتك، وبحب اشكر سك وايتيدا على استضافتي في الويبينار ده، وبقول لكل الحضور كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان المبارك ورمضان كريم عليكم جميعا. زي ما الزميل والأخ العزيز أستاذ محمد صبرة قال، إن شاء الله النهاردة هنتكلم على توبيك مثيرة جداً للاهتمام، وهي الـ Retrieval Augmented Generation أو RAG for short The Next Evolution in Large Language Models. نبتدي بسم الله. أبتدي الأول بأن أنا أعرفكم بنفسي. أنا اسمي أحمد مصباح، أنا founder of Tech Cafe و chief architect و independent coach instructor و consultant. أنا speaker في أماكن كتير جدا و events كتيرة ومؤتمرات، منها الـ DevOps Days Cairo Conference و الـ Software Engineering Competence Center، واللي يشرفني النهاردة إن ده تالت ويبنار ليا معاهم. كنت تشرفت السنة اللي فاتت بإني أقدم ويبنارز في التوبيك بتاعت استخدام الشات جي بي تي في السوفتوير ديفلوبمنت والإمباكتس بتاعته على السوفتوير ديفلوبمنت، واتكلمت برضو على في ويبنار تاني The Power of Domain Centric Architectures. أنا برضو سبيكر في الأفريكا ميدل إيست كونفرنس أون سوفتوير إنجينيرينج، الجوجل ديفلوبر جروب، الأورنج ديفتس دايز ودلتا تكنو برونرز، وطبعاً على التك في بودكاست إحنا بنعمل إبسودز كتير، أنا فيها ببقى إما الأورجنايزر أو السبيكر. ايه التوبكس اوف انترست بتاعتي؟ بحب اتكلم في السوفت وير اركيتكتشر، الكلاود نيتيف اركيتكتشرز اند بيوند،
الفري اند اوبن سورس سوفت وير لايبريز وفريم وركس اند سولوشنز، الاجيل واللين والديف اوبس والديريفيتيفز طبعا بتاعه الديف سيك بتاعه الديف اوبس انكلودنج الديف سيك اوبس وهكذا، والارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج، واللي هي يعني ايه تعتبر المين توبيك اللي يعني الراج هي برانش منها. بالنسبة للخبرة بتاعتي، أنا عندي حوالي 20 سنة خبرة في الـ software development. Throughout my career سلمت 2 award winning innovative solutions. كنت winner مع team معايا للديل هاكتريك 2022 يو اي يو اكس تراك، وكنا برضو اخذنا مركز كويس في الاي اي تراك بتاعهم. I'm a PhD candidate وحاليا بحضر رسالة دكتوراه في fine tuned Arabic large language model، ومعايا ماسترز ديجري في الماشين ليرنينج كنت اخذتها في 2012، وكان موضوع الرساله بتاعتي عن مايننج اوبينيونز ان Arabic ريليجيوس ديجريز، برضه تعتبر توبيك من التوبكس بتاعت الناتشورال لانجويج بروسيسنج، ومعايا ماني اذر بروفيشنال سيرتيفيكيشنز including the Sun Certified Enterprise Architect with TOGAF 9 Foundation وهكذا. نبتدي السيشن بتاعتنا بإني الأول أشرح لكم الأجندة بتاعتنا. محتاجين الأول إن إحنا نتكلم على الـ Large Language Models، فدي هنعتبرها الـ Introduction بتاعتنا. هنعرف الأول يعني إيه language model، وبعد كده يعني إيه large language model، وبعد كده يعني إيه casual large language model. دي مجموعة من الconcepts اللي محتاجين نكون فاهمينها كويس علشان نمهد للtopic بتاعت الـ retrieval augmented generation. بعد كده هنتكلم على limitations of large language models. النهاردة الناس بتستخدم large language models، ويمكن أشهر solution الناس بتستخدمه النهاردة اللي مبني على a fine-tuned large language model هو الـ ChatGPT. وأكيد الناس تعرضت للليميتيشنز بتاعت الشات جي بي تي والمشاكل بتاعته. طبعاً المشاكل دي مش مشاكل خاصة بس بالشات جي بي تي، هي ممكن تكون مشاكل في كل اللارج لانجوج مودلز، فمحتاجين نتكلم عنها. هنتكلم بعد كده على الطرق اللي بنimprove بيها اللارج لانجوج مودلز، واللي بنحاول بالطرق دي ان احنا نوفركم الليميتيشنز بتاعتها. طبعا واحده من الطرق بتاعت الامبروفمنت اوف لارج لانجويج مودلز هي الريتريفال اوجمنتد جنريشن، وده الموضوع بتاعنا النهارده، وده هيبقى في الفورث سيكشن ان ذس برزنتيشن، واللي هنقدم فيه بقى الراج وبيشتغل ازاي، وهل هو شيء جديد ولا لا، ولا كان موجود في natural language processing tasks كانت موجوده قبل كده، وهنتكلم على البنفيتس بتاعته والتكنولوجي landscape بتاعه. نبتدي الأول بإن إحنا نتكلم على الـ language models والـ large language models. تعالوا نشوف مع بعض الأول إيه هو الـ language model. A language model is a computational model designed to understand, generate, or predict human language. إذن هو model بنصممه علشان نفهم أو نجنريت
أو نبريدكت هيومن لانجوج. هو تايب اوف ارتفيشال انتليجنس سيستم ذات ليرنز باترنز اند ستراكشرز فروم فاست اماونتس اوف تكست داتا. لارج لانجوج مودلز ار تريند اون, وانا حاطط ما بين قوسين لارج داتا سيتس, لان كلمه لارج هي اللي هتميز بعد كده a large language model from a language model. لكن في الاساس انا بترين اللانجوج موديل بتاعي على داتا سيت اوف تكست, وبستخدم النوليدج اللي بتعلمها من الداتا سيتس دي علشان اperform various tasks involving يعني بت involve language such as text generation, translation, summarization, sentiment analysis and more. اللانجوج مودلز بتشتغل ازاي؟ Language models work by assigning probabilities to sequence of words or characters in a language, allowing them to predict the most likely next word or sequence of words given a context. إذن أنا بأساين probabilities لsequence of words, يعني احتمالية إن الكلمة دي تظهر لو الكلمة الفلانية ظهرت قبليها أو مجموعة الكلمات الفلانية ظهرت قبليها. وبنستخدم various techniques علشان نأساين الـ probabilities دي للsequence of words. التكنيكس دي بتنكلود statistical methods, neural networks or a combination of both. ويمكن في الجيف دي يعني مديين example. لو أنا قلت I like, فاللانجوج موديل based على ال probabilities اللي هو trained عليها باستخدام واحدة من التكنيكس بيشوف إيه أكتر كلمة المفروض تظهر بعد I like. طبعاً الموضوع أكثر تعقيداً من ذلك, لكن إحنا بندي بس an example. إذن ممكن الـ language model يpredict إن بعد I like هتيجي cats, بعد cats هتيجي more, بعد more هتيجي than, وبعد than هتيجي dogs. وده ممكن يكون based على just الكلمة اللي إحنا فيها دلوقتي أو مجموعة الكلمة دي وكل الكلمات اللي إيه اللي قبليها. طيب لو هي دي الـ language models, أمال إيه هي الـ large language models؟ الـ large language models هي الصورة الأحدث من الـ language models. إذن it's still a language model, لكن إيه الخصائص بتاعتها اللي بتميزها عن أي language model تاني؟ إنها trained على larger data sets وبتستخدم feed forward neural networks and transformers. الـ large language models superseded المودلز اللي قبل كده اللي كانت trained based على الrecurrent neural networks, اللي هي عملت superseding للpure statistical models such as the n-gram language models. أمثلة للarge language models, طبعا في large language models أكتر من كده بكتير, لكن إحنا حطينا الـ most popular أو الـ well known و as much as the slide can take. طبعا BERT, Electra, GBT, BART, T5, Megatron, الـ Pathways Language Model, الـ LLAMA, Falcon و Claude, كلها أسماء ممكن حضراتكم تكونوا سمعتوا عنها. طبعا الشهير جدا دلوقتي GPT, في منه multiple versions,
احنا النهارده لو بنستخدم تشات جي بي تي فاحنا بنستخدم جي بي تي 3.5 تيربو، و البيد اديشن منه هو الجي بي تي 4. وطبعا ممكن يفرقوا عن بعض في حاجات كتيره جدا جدا، نوعيه الترانسفورمرز اللي بتستخدمهم، الداتا اللي هم تريند بيها، طبعا عدد البارامترز بتاعتهم وهكذا. طيب، اذا اتكلمنا عن اللانجوج مودلز، اتكلمنا عن اللارج لانجوج مودلز. في حاجه هتعدي عليكم كده اسمها الكاجوال لانجوج مودلز. ايه هي الكاجوال لانجوج مودلز دي؟ الكاجوال لانجوج مودلز دي هي مودلز فريكوينتلي يوزد فور تكست جنريشن. اذا استخدامها بيكون عشان بس نجنريت التكست. They predict the next token in a sequence of tokens. الكاجوال لانجوج مودلز دي هي بقى اللي احنا بنعمل لها adaptation بعد كده علشان to perform other tasks في natural language processing، زي السنتمنت اناليسز، الشات بوتس، الكويشن انسرنج، اتسترا. ويمكن احنا لما بنقول كلمه adapting، الكلمه دي يعني ليها كلمه تانية مشهوره، كلمه الفاين تيونينج. يقول لك انا بفاين تيون ا بري تريند لارج لانجويج موديل علشان يعمل سنتمنت اناليسز، او علشان اترين بي ا كونفرسيشنال ايجنت، او علشان يعمل كويشن انسرنج، او علشان يعمل مثلا تكست ترانسليشن وهكذا. إذن دي كانت المقدمة بتاعتنا، عرفنا إيه هي اللانجوج مودلز، عرفنا إيه هي اللارج لانجوج مودلز، وقلنا إن الفرق الأساسي ما بين اللارج لانجوج مودلز واللانجوج مودلز إن هي تريند على لارجر داتا سيتس كبيرة جدا جدا بالجيجا بايتس. يعني أنا آخر حاجة كنت قريتها في سيرفي إن إحنا بنتكلم على داتا سيتس ممكن توصل لحد 500 جيجا بايت. طبعاً billions of parameters، ودي بقى اللي بتبين قوة large language model عن التاني. وقلنا إن هي بتستخدم feed forward neural networks and transformers. وقلنا إن في حاجة اسمها casual language models. دي language models اللي بنستخدمها for text generation، ودي usually اللي بتيجي pre-trained، واللي أنا بعمل لها fine-tuning علشان أperform بيها other natural language processing tasks other than just text generation. طبعاً ناخد بالنا من نقطة إن ال pre-trained large language models ممكن تكون هي كمان fine-tuned، وأنا بعمل لها further fine-tuning علشان مثلاً أحسن الaccuracy بتاعتها، علشان أعمل لها training بديتا set على data في domain معين وهكذا. طيب، إيه هي بقى limitations بتاعت large language models؟ أشهر اتنين limitations هي إنها it may occasionally generate incorrect information، وبنسمي limitation دي hallucination. لو أخذنا chat GPT as an example، أنت ممكن تسأله سؤال ويرد عليك بإجابة غلط، فالإجابة الغلط دي inaccurate information اللي بيديها لك دي بنسميها hallucination. انت ممكن تطلب من a casual language model ان هو يجنريت لك تكست، فانت بتدي له التكست اللي هو بيكمل عليه الجنريشن بتاعه، وتفاجئ ان التكست اللي جنريتد ملوش علاقه تماما باللي انت كنت متوقعه. فكل ده اللي احنا بنسميه ظاهره الهالوسينيشن.
والليميتيشن الثانيه هي الليميتد نوليدج، النوليدج بتاعتها ليميتد. طيب في السلايدز اللي جايه هنتكلم على العيب الثاني اللي هو او الليميتيشن الثانيه اللي هي الليميتد نوليدج. خلينا ناخد اكزامبل بتشات جي بي تي، وخلوا بالكم ان لما بنستخدم تشات جي بي تي بتلاحظوا ان اول ما بتفتحه اول حاجه بيقولها لك خلي بالك ان انا تريند على ديتا لحد مثلا يناير 2022، فاي حاجه جديده ظهرت بعد يناير 2022 تشات جي بي تي مش هيبقى عنده اي نوليدج عنها. وطبعا التريننج بتاع اللارج لانجويج مودلز دي بياخد وقت وريسورسز كبيره جدا جدا، فمن الصعب طبعا ان احنا نتوقع ايه انه هيبقى كونستانتلي ابديتد. يعني هل تشات جي بي تي هينزل لك ابديت للنوليدج بتاعته مره كل شهر؟ ما شفناش ده لحد دلوقتي، ولو شفنا ده هيبقى انجاز كبير جدا جدا. لكن بنتكلم حاليا في ان انت كل تريننج ل لارج لانجويج موديل بيحتاج وقت وريسورسز كتير. ناخد التشات جي بي تي اكزامبل، نشوف مع بعض السيناريو ده. انا بستخدم تشات جي بي تي وكتبت تكست برومبت، تشات جي بي تي خد مني التكست برومبت دي. طيب تشات جي بي تي بقى لما بيجنريت لي ريسبونس، يا ترى هل عنده داتا لاير؟ بيخش على الانترنت، عنده داتابيز، عنده وات ايفر، وبيروح يطلع لي الانسر من الداتا لاير دي وبعد كده يجنريت لي ريسبونس. هل هي دي الطريقه اللي بيشتغل بيها تشات جي بي تي؟ الاجابه لا. الطريقه دي هي a mix of information retrieval plus natural language generation. هتفاجئوا ان احنا لما هنتكلم على retrieval augmented generation قدام هنلاقي ان السيناريو اللي احنا شرحناه ده هو اللي بيحصل فيها، لكن الطريقة اللي بيشتغل فيها تشات جي بي تي مش هي الطريقة دي. هما تشات جي بي تي بيشتغل ازاي؟ انت بتديله البرومبت وتشات جي بي تي بيجنريت لك الريسبونس بيزد على اللارج لانجويج موديل بتاعه اللي هو البيزد على الجي بي تي 3.5 تربو، وبيزد على بقى النوليدج اللي هو تريند عليها في الموديل بتاعه بيجنريت لك الريسبونس. اذا هو توتالي معتمد على الموديل، لكن هو مش بيأكسس أي external data sources علشان يجيب لك الايه الإجابة اللي انت عايزها. ومن هنا بقى بتظهر الايه limitation بتاعت limited knowledge. طيب ايه الميثودز اللي احنا بنستخدمها علشان نimprove ال LLMs بحيث ان احنا نأدرس بيها مشكلة الليميتد نوليدج ومشكلة الهلوسينيشن؟ الكريدتس بتاعت الفيجر اللي قدامنا دي موجودة هنا هو. طيب في تكنيكس كتير، طبعا احنا قدامنا اكس اكسيس وواي اكسيس. ال y axis بي represent ال level from defensive to offensive techniques، وال x axis بيمثل ال techniques اللي بت rely purely on data، والحاجات اللي بت rely على programming و user feedback و user experience وهكذا. طيب قدامنا 8
اوبتمايزيشن تكنيكس، الحاجات اللي معتمده على الداتا هي الكونتينوس ايفالويشن والفاين تيونينج، والموضوع بتاعنا النهارده اللي هو الريتريفال اوجمنتد جنريشن. واحنا كنا اتكلمنا في الايه في الاجزاء اللي قبل كده على ان من اشهر الطرق اللي انا بادابت بيها اللارج لانجويج مودلز بتاعتي او برضو بعمل لها اوبتمايزيشن هي الايه الفاين تيونينج. والفاين تيونينج مش بس علشان الاوبتمايزيشن، لا ده علشان برضو ايه ادابت الكاجوال لانجويج مودل بتاعي تو سبيسيفيك تاسكس. طبعا الايفالويشن هو تكنيك بيعتمد على ان انا بميجر البرفورمانس بتاع اللارج لانجويج موديل بتاعي، سواء وهو ان برودكشن او وانا لسه في مرحله التريننج والتستنج بتاعته، واللي بيزد عليها ايه بشوف الاكيرسي بتاعته باستخدام تكنيكس كتير، وبيزد عليها بقرر اذا كنت ايه يعني محتاج اني افرذر اوبتمايز اللارج لانجويج موديل ولا لا. في تكنيكس تانيه يعني more on the user side، منها الكاشينج علشان reduce the latency والcost، الguard rails علشان ensure the output quality، the defensive user experience to anticipate and manage errors gracefully، prompt engineering طبعا، وده يعني دلوقتي بقى مجال كبير جدا جدا الناس بتدرسوه، بحيث ان هي تقول للناس ازاي تكتب البرومبتس بتاعتها بشكل يخلي اللارج لانجويج موديل بتاعك يدي بيتر ريسبونسز، والكولكشن بتاع اليوزر فيدباك علشان نبني حاجه اسمها الداتا فلاي ويل. داتا فلاي ويل ده از ا كومبريهنسيف اند اديتيف ابروتش فور بزنس اند تكنولوجي ليدرز to enable organizations to get the most value from their data. إذن دي طرق كتير بن optimize بيها ال LLMs بتاعتي من نواحي كتير، نواحي user experience، نواحي performance. بنتكلم على performance بتاع large language model في حد ذاته، يعني accuracy بتاعت generated responses بتاعته، والperformance بتاعه as a software solution in terms of response time أو latency. قلنا في الأجزاء اللي قبل كده إن واحدة من أشهر الطرق اللي إحنا بن optimize وبن adapt بيها ال large language models بتاعتي هي عن طريق الـ fine tuning. طبعاً how does fine tuning work؟ إن أنا بيبقى عندي a pre-trained large language model، ممكن يكون الـ pre-trained large language model ده casual language model، أو هو في حد ذاته a fine-tuned pre-trained language model، وأنا بعمل له further fine tuning بالـ data بتاعتي. طبعا لو بتكلم على a casual language model فبالتالي ال fine tuning هيبقى most probably this is not the only reason علشان adapt to specific NLP tasks زي ما قلنا قبل كده، و these can include question answering, named entity generation, sentiment analysis, summarization, conversational agents زي اللي بيعملوا كده chat GPT، وطبعا language generation اللي هي الايه الوظيفه الاساسيه بتاعت a casual language model. طبعا بجانب ال fine tuning الناس دلوقتي برضو بتاخد الاتجاه بتاع ال prompt engineering، ان هم بيعلموا الناس طرق كتير في كتابه ال prompts بحيث انها تضمن ان ال large language model you provide better answers. اوكي okay.
ودي ليها ايه طرق كتيره جدا جدا، لكن ده يعني ايه مش موضوعنا النهارده. الطريقه بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهارده واللي ابتدت يعني تجين a lot of popularity واللي انا بعتبرها SOTA او SOTA يعني state of the art هي ال retrieval augmented generation. هي موجودة قدامنا في الدايجرام هنا والكريدتس بتاعت الدايجرام ده بلو، لكن خلينا بقى ايه نموف على السلايدز اللي بعد كده علشان نتكلم بقى على الـ Retrieval Augmented Generation. ندفاين الأول what Retrieval Augmented Generation is. هو تكنيك for enhancing the accuracy and reliability of generative AI models with facts fetched from external sources. لو تتذكروا معايا السلايد اللي عرضنا بيها الطريقة اللي تشات جي بي تي مش بيشتغل بيها عن طريق ان هو يجيب data from external sources وبيزد عليها يطلع لك responses، احنا قلنا ان مش دي الطريقة اللي بيشتغل بيها تشات جي بي تي، لكن هي دي بقى الطريقه اللي بتشتغل بيها الريتريفال اوجمانتد جينيريشن. ولو رجعنا a few slides back هنلاقي ان انا بدخل برومبت، البرومبت دي بديها الاول ل some sort of external data source، بجيب الريزلتس اللي راجعه لي من الاكسترنال داتا سورس ده، بعدين بديها بقى للارج لانجويج موديل علشان يجنريت لي بيها a more accurate response، او at least that's the goal وthat's the promise of this technique of improving large language models. It fills a gap in how LLMs work. Under the hood, LLMs are neural networks typically measured by how many parameters they contain. An LLM's parameters essentially represent the general patterns of how humans use words to form sentences. كل ما اللارج لانجويج مودلز بتاعي عدد البارامترز بتاعته كان اكبر، كل ما ده اداله capability اعلى ان هو يجنريت responses in the form of sentences. وخلينا ناخد البني ادمين، انت كل ما كانت اللغه بتاعتك اقوى كل ما ده بيخليك بتقدر لما تيجي تتكلم او انك انت ترد يبقى الردود بتاعتك غنيه اكتر او more rich، وده اللي بيخلي في لغات اغنى من لغات تانية. An example ده اللغه العربيه. طيب نكمل الديفينيشن بتاع الراج. طيب a deep understanding sometimes called parameterized knowledge، احنا لسه بنتكلم على الطريقه اللي بتشتغل بيها ال LLMs تقليديا، makes LLMs useful in responding to general prompts at high speed. However, it does not serve users who want a deep dive into a current or more specific topic. لويس إيتال قدموا الـ Retrieval Augmented Generation في ورقة بحثية نشروها سنة 2020، كان التايتل بتاعها Retrieval Augmented Generation for Knowledge Intensive NLP Tasks. الـ approach اللي هم عرضوه was يعني بيعتمد على أنك أنت تلينك Generative AI services to external sources, especially ones rich in the latest technical details. ناخد مثال للابروتش ده. ويكيبيديا يعتبر من اكتر السورسز اللي rich بانفورميشن، بالذات الليتست انفورميشن، لانه معتمد على
الكوميونتي كونتريبيوشن. فاذا ذا واي بقى راجز ورك ان، زي ما قلنا انت بيبقى عندك الاول برومبت بتستخدم ريتريفال يجيب لك السورسز اللي كلوزلي ريليتد تو او سيميلر للبرومبت ده from an external source. external source ده ممكن يكون a vector database او ممكن يكون يعني باستخدام search engine بتاع حاجة زي ويكيبيديا for example. search engine ده يعتبر هو ايه الـ retriever الى حد ما، ويكيبيديا هو اللي يعتبر الايه الـ source of data بتاعك او source of knowledge بتاعك. طيب الريسبونس اللي راجع لك من الريتريفال ده من الاكسترنال سورس اوف داتا بيروح هو والبرومبت ليه اللارج لانجويج موديل بتاعك اللي هو المفروض بقى مسؤول على ان هو ايه يجنريت لك الريسبونس. وطبعا باستخدام تكنيكس من ضمنها البرومبت انجينيرنج بيقدر اللارج لانجويج موديل بتاعك يطلع لك الانسر من الداتا اللي انت اديتها له من الاكسترنال سورس اللي احنا في بعض الاحيان بنسميها الكونتكست. اذا هو ده لو اخذنا اكزامبل هو از ذا بريزيدنت اوف ذا يو اس، مين رئيس امريكا، الريتريفال هيجيب ا دوكيمنت من ويكيبيديا هيرجع الارتكل بتاعت جو بايدن. طيب اذا هندي بقى البرومبت ده للجنريتور مع الريتريفد دوكيمنت دي اس كونتكست. وظيفه الجنريتور هنا ان هو يريتريف مين هو رئيس امريكا من الريتريف دوكيمنت دي، وفي الحاله دي المفروض ان الجنريتور اللي هو مبني على لارج لانجويج موديل يرجع لك ايه جو بايدن. دي كده الفكره الاساسيه اللي بتشتغل بيها الريتريفال اوجمنتيشن. طيب الناس اللي قديمه شويه في الناتشورال لانجويج بروسيسنج ممكن تقول لك الله هو مش ده سبب شبه كده الطريقه اللي كان بتشتغل بيها الكويشن انسرنج سيستمز. الإجابة أي فعلاً التكنيك في الـ question answering systems اللي كان بيعتمد على الـ retrieval والـ generator شبيه جداً إذا ما كانش copy من how rags work. طيب أنا بحاول بقى في الجزء ده أني أقول إيه إن سبحان الله الفكرة كانت موجودة لكن هي بس كانت محتاجة إيه إنها تبقى يعني تتطبق بالـ current landscape of large language models. أنا كنت في 2022 يعني بعد ما البيبر بتاعت الراك كانت published بسنتين كنت نشرت ورقة بحثية بعنوان خديجة وده اسم بنتي an open domain Arabic conversational agent. كنت بعرض في البيبر دي a conversational agent باللغة العربية open domain وده كان based على approach في بيبر تانية للوثير et al. لكن البيبر دي كانت بتعمله باللغة الإنجليزية و يعني باستخدام مودلز وتولز مختلفة عن اللي احنا استخدمناها. طيب هتلاحظوا ان في الابروتش اللي انا عرضته كان فيه اترانس كلاسيفاير كان بيشوف اذا كان البرومبت اللي داخل ده سؤال ولا تشات عادي وبيزد على الكلاسيفيكيشن ده كان بيراوت البرومبت الإما a question answering component أو a chatbot component. chatbot component كان يعني based على model trained بال sequence to sequence. دي برضو حاجة
يعني سبقت الترانسفورمرز والاتنشن يعني كانت قبليها. والكيو اي كومبوننت بقى كان بيشتغل تقريبا بنفس الطريقه بتاعت الراج، بس طبعا مع اختلاف ايه، مع اختلاف ان احنا كنا بنبعت البرومبت ليه الويكيبيديا للسيرش انجن بتاع الويكيبيديا، وكنا بناخد اول لينك بنخش على الارتكل بتاعته ونجيبها، وبعد كده نديها كونتكست ليه الكويشن انسرنج موديل اللي هو كان الارا الكترا، وبنجيب الريسبونس وبنرجعه ايه على هذا الاساس. طبعا سبحان الله ايه يعني انا ما كنتش وقتها لسه اتعرفت على اللارج سوري الراجز وقتها، لكن التكنيك اللي استخدم في وقتها شبيه جدا جدا للتكنيك بتاع الراج. تعالوا نخش تفاصيل اكتر شويه، الراجز بتشتغل ازاي. احنا اخذنا كده ايه فكره عامه عنها. طبعا احنا عندنا حاجتين اتنين، الجزء بتاع الداتا بريباريشن والجزء بتاع الراج. طيب في بعض الاحيان ببقى انا محتاج ابني الاكسترنال داتا سورس بتاعي، فبأكسكيوت بقى الستبس بتاعت الداتا بريباريشن دي، من انا بجمع الداتا من الداتا سورسز بتاعتها بالرو فورمات بتاعها، بعمل لها بري بروسيسنج، بحولها ليه وورد امبيدنجز، وبستور الوورد امبيدنجز دي في تكنولوجي اسمها الفيكتور داتابيس. طيب وانس ان انا بقى عندي الداتا بتاعتي يعني في شكل امبيدنجز في الفيكتور داتابيس بتاعتي، خلاص ببتدي بقى اعمل الايه الريتريفال اوجمنتد جنريشن. اليوزر بيدخل الكويري بتاعته، الكويري دي بتتحول انتو ان امبيدنج باستخدام تكنيكس معينه، بنشوف ايه الامبيدنج اللي يعني very similar to الامبيدنج ده او relevant to الامبيدنج ده، وطبعا دي ليها تكنيكس كتير. بجيب الـ relevant data دي، بديها هي والكويري بتاعتي للـ large language model باستخدام بقى prompt engineering أو whatever، وبيزد عليها الـ large language model بيطلع لي إيه الـ responses من الـ relevant data دي. تمام، إذا احنا اتكلمنا على إيه هي retrieval augmented generation وشرحنا بتشتغل ازاي، وقلنا ان هي قريبه جدا جدا من التكنيكس اللي كانت مستخدمه في الكويشن انسرنج سيستمز. ايه المميزات بقى بتاعه الريتريفال اوجمانتد جينيريشن؟ احنا حطينا المميزات اللي ايه اللي ممكن تفيت انتو السلايد دي. طبعا هي بتحل الـ limitations بتاعت الـ LLMs اللي اتكلمنا عليها قبل كده، ألا وهي الـ hallucination والـ limited knowledge. إذن هي بتreduce الـ hallucination، تعتبر a cost effective alternative to retraining and fine tuning، لأن أنت بيبقى عندك الـ large language model زي ما هو، لكن أنت الشيء اللي أنت يعني continuously ممكن تكون بتزود في النوليدج بتاعته هي ايه الاكسترنال سورسز بتاعتك. فده طبعا اذا ايه اذا تشيبر الترناتيف تو انك انت تحاول انك تريترين او تو فاين تيون ا بري تريند لارج لانجويج موديل. طبعا كريديبل اند اكوريت ريسبونسز، دومين سبيسيفيك انفورميشن، امبروفد ترانسبيرنسي، context aware generation, faster processing. طبعا ده بقى in terms of business و in terms of designing software solutions بيديك competitive advantage، بيديك scalability. طبعا it's industry and domain agnostic، لان
ترين الفيكتور، يعني حط في الفيكتور داتابيسز بتاعتك الداتا اللي انت عايزها عن يعني في الدومين اللي انت عايزه او في الكونتكست اللي انت عايزه. ريل تايم انفورميشن اكسس اند انتجريشن، مش لازم تكون النولج موجوده في فيكتور داتابيز، ممكن تكون موجوده اون ذا انترنت. Personalized recommendations and tailored outputs وbroader applicability and expanding use cases. بتديك الكابابيليتي انك ممكن تبني use cases اكبر. زي كده اللي اديته لنا اللارج لانجويج مودلز من قبل كده، يعني لما ظهر تشات جي بي تي شوفوا الناس ابتدت تستخدم تشات جي بي تي في use cases قد ايه. ويمكن ده كان موضوع سيشن بتاعتي قبل كده اللي هي استخدام التشات جي بي تي في السوفت وير ديفلوبمنت. فطبعا لما ابقى قادر اني يبقى عندي مودلز اعتمد عليها اكتر واقدر اني احسنها بشكل كوست افكتيف، ده بيديني ايه يعني اوبشناليتي اكتر. هنتكلم على التكنولوجي لاندسكيب. طبعا الفيجر اللي انا جايبه ده مش التكنولوجي لاندسكيب بتاع الراج ان بارتيكولر، لكن ده التكنولوجي لاندسكيب بتاع اللارج لانجويج مودلز في العموم. لكن يمكن انا عايز حضراتكم تركزوا على الفيكتور ستورز دي، يمكن دلوقتي بقت اهم كومبوننت في انك يبقى عندك الراج بيست سولوشن. طبعا قدام حضراتكم في البوكس ده فيكتور ستورز كتيره جدا جدا، حضرتك بتختار اللي مناسبه بالنسبه لك بيست على اركيتكتشرال درايفرز معينه وبتستخدمها. وطبعا بما ان الراج بتعتمد على اللارج لانجويج مودلز، فاكيد طبعا يعني التكنولوجيز اللي مستخدمه في اللارج لانجويج مودلز ديفينتلي هتبقى ايه برضه مهمه بالنسبه لك. لكن يمكن انا الجزء اللي عايزك تهتم بيه اكتر هو الجزء بتاع الفيكتور ستورز، لان هي ايه يعني هنقول الكومبوننت او التكنولوجي اللي الناس كتيره قوي بتعتمد عليها علشان الـ data source اللي انت بتريتريف منه الـ data بتاعتك اللي انت بتديها بعد كده ايه للـ large language model بتاعك. انا بكده اكون خلصت الـ presentation. however حابب اشير معاكو resources ممكن تقروها for extended reading. التوبيك بتاعة الريتريفال اوجمنتد جنريشن توبيك كبيرة جدا جدا، مش توبيك صغيرة، فبالتالي طبعا البرزنتيشن بتاعتنا النهاردة دي يعني هي مجرد مقدمة للتكنيك الجديد ده، لكن طبعا it's not enough، definitely لازم يتعمل further reading. بشير معاكم في السلايد دي بيبر بتتكلم على الراج انهانسمنت. فاذا حتى الراج ليها طرق في الانهانسمنت، والبيبر دي بتتكلم عليها، فهتبقى مفيده جدا جدا ان حضراتكم تقروها، لان حتى بعد ما انت يبقى عندك راج بيس سولوشن انت ديفينتلي هتبقى حابب انك تحسن السولوشن ده، والبيبر دي ايه يعني بتديك المعلومات اللي انت محتاجها عشان كده. ارتكل على لينكدين بريكومند ان حضراتكم تقروها، بتتكلم على الليتست ادفانسمنتس في الراج. احنا زي ما قلنا الراج ظهرت في 2020، فإذا هي بقالها كده 4 سنين. أكيد طبعا في تطورات كتيرة حصلت عليها،
وهي لازالت بتتطور. يعني انا يوميا بشوف ناس بتبلش ارتكلز اونلاين بتتكلم على حاجات جديده ظهرت في المجال ده، فانصحكم تقروا الارتكل ده، ويعني تبقوا بت continuously improve your knowledge في التوبيك دي. أشكركم جزيلا على صبركم وعلى حضوركم النهاردة. أعتقد إحنا معانا تقريبا 9 دقايق للرد على الأسئلة، خليني أشوف إيه الأسئلة اللي موجودة. لو أستاذ محمد يتكرم ويبعتها لي ده لو في أسئلة، وطبعا إيه يشرفنا إن إحنا نرد عليها. طيب أنا ممكن أستنى دقيقة لو في أي أسئلة. أوكي، إذن أشكركم جزيلا على الحضور النهاردة، إن شاء الله زي ما أستاذ محمد قال الريكوردينج بتاع السيشن هينزل، أعتقد أستاذ محمد هينزل على اليوتيوب شانل بتاعت سيك، وبعد ما تنزل إن شاء الله أنا برضو هحطها على البلاي ليست بتاعتي على اليوتيوب شانل بتاعتي، وهنبقى نعمل لها شير إن شاء الله على اللينكدين. طبعا يشرفني انكم لو في اي اسئله بعد السيشن ممكن تبعتوها لسك وسك تبعتها لي وارد عليها، او انكم انتوا تتواصلوا معايا على اللينكدين، ده شيء طبعا يشرفني واحب طبعا ان انا ارد على الاسئله بتاعتكم. اشكركم جزيلا على الحضور، شكرا جزيلا للزميل العزيز والاخ استاذ محمد صبره، وشكرا طبعا ل سوفت وير انجينيرنج كومبتنس سنتر وايتيدا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا جزيلا. شكرا يا باشمهندس، تحياتي وكل عام وانت بخير، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك كده. شباب احنا كده وصلنا للمرحله الاخيره في الكورس، خلاص قدامنا كده 10 دقائق، لو في حد حابب يسال اي سؤال يتفضل مشكورا يكتبه ويبعته لنا نجاوب عليه. زي ما كلمتكم احنا لما نقفل او سادتك لما تخرج هيجي لك الايفالويشن فورم، هتملاها يعني ات وانس، هيجي لك اوتوميتد لينك كده تفتح معاك على طول وانس انك هتكلوز وهتقيم السيشن كلها. في حد يا جماعه عنده اي سؤال؟ تمام، طيب واضح ان مفيش اسئله. طب الناس سامعاني؟ حتى لو حد سامعني يعمل لي بس كده يرفع ايده او حاجه. Yes I can hear you. Yes ده سيادتك يا باشمهندس. طيب دكتور باشمهندس احمد لو يعني هيشير معاكم في حد بيقول يا باشمهندس اهو السؤال، هل يوجد مصادر عربيه؟ مصادر عربية، ده سؤال. طيب أنا في المصادر العربية، أنا أتذكر السؤال ده كان اتسأل في السيشن قبل كده على التك كافي بودكاست. طيب هو ده سؤال عام قوي، فإحنا هنتكلم على مصادر عربية في حاجتين اتنين. خلاص، أول حاجة رو ديتا، ده دي أول حاجة، وتاني حاجة
pre-trained large language models باللغة العربية. خلاص يعني دول الحاجتين الايه اللي هنتكلم عليهم. طبعا في داتا سورسز كتير موجودة باللغة العربية، ويمكن اشهرها الدمب بتاعت الأرابيك ويكيبيديا، دي أشهرها. لكن طبعا محتاجين ناخد بالنا من نقطة، إن يعني واحدة من الحاجات اللي بتخلي الشغل في اللغة العربية صعبة، وأنا راجل يعني عندي خبرة طويلة في الشغل في اللغة العربية في Natural Language Processing، هي الـ Availability بتاعت الـ Datasets. أوكي، فممكن حضرتك ترجع للبيبرز بتاعت الأرابيك Large Language Models زي ارا بيرت وارا جي بي تي وارا الكترا وهكذا، وتشوف ايه الداتا سورسز اللي هم استخدموها، وتستخدم الداتا دي في الشغل بتاعك. اذروايز هتضطر حضرتك انك تبني داتا كرولر او داتا سكريبر، و يعني تكولكت انت الداتا بتاعتك. في ابروتش، مع انه ابروتش يعني لا ننصح بيه، ان الداتا سيتس اللي موجوده باللغه الانجليزيه يتم ترجمتها يوزنج ماشين ترانسليشن للغه العربيه. فده كده بالنسبه للرو داتا. طبعا في بعض الداتا بتبقى موجوده بس بتبقى بيد، فدي برضو يعني ايه يعني ممكن يكون اوبشن ثالث لموضوع الداتا. بالنسبه للارج لانجويج مودلز باللغه العربيه، فانا ذكرت بعضهم دلوقتي، منهم ارا بيرت وارا جي بي تي وارا الكترا، ويعني في مجموعه كبيره من الارابيك pre-trained large language models ممكن حضراتكم برضو تستخدموها. بالنسبة بقى للراج، فأنت دلوقتي لما تيجي تتكلم بقى على الاكسترنال sources، لو أنت هتجمع الداتا بتاعتك والداتا دي تبقى stored في شكل embeddings في vector database، فأنت بتجمع داتا باللغة العربية وإيه بتحطها في الفيكتور داتابيز بتاعتك، و اما بتديها تو ان ارابيك لارج لانجويج موديل، او يعني ممكن تديها للاكزيستنج لارج لانجويج مودلز يعني تشات جي بي تي، انت ممكن يعني تدير معاه حوار باللغه العربيه، فانت ممكن تجرب بالبرومبت انجينيرنج انك انت تدي له البرومبت وتدي له الكونتكست وتشوف يعني اذا كان يعرف جنريت الانسرز من الداتا دي ولا لا. فده كده بالنسبه لايه، بالنسبه للرد على سؤال اللغه العربيه. وطبعا يعني اتمنى اكون وفقت في الرد على السؤال، ولو في طبعا يعني ايه يعني further information required تقدروا تتواصلوا معايا على اللينكدين. هناخد سؤال أخير لأن إحنا الوقت خلص. السؤال بيقول إيه الفرق ما بين الـ Fine Tuning and Using RAG؟ الـ Fine Tuning بيعتمد على أنك أنت هتجيب الـ Data بتاعتك وهتترين الـ pre-trained language model بتاعك ده، لكن مش من الأول، مش هترينه من الأول، أنت هتترينه بحيث أنك تزود عليه الـ data دي. أوكي، وقلنا أن الـ fine-tuning الهدف بتاعه أنه يحسن الـ performance بتاع الـ large language model من حيث الـ accuracy، أو أن هو يرد ردود contextual شوية، او من حيث اني ادابته ل يعني سبيسيفيك ان ال بي تاسكس. لكن في الاخر انت بعد ما بتعمل فاين تيونينج
انت ستيل الجنريتد ريسبونسز بتاعتك بتجيلك فقط من الفاين تيوند موديل ده. اوكي، ده الفرق الاساسي، هو ستيل بيشتغل بنفس الطريقه بتاعت اي لارج لانجويج موديل. اوكي، ان انت بتديله انبوت برومبت وهو بيزد عليه بيجنريت لك ايه ريسبونس. لكن الراج انت بتجيب الداتا الاول من اكسترنال سورس، وقلنا ان الاكسترنال سورس دي ممكن تكون حاجات كتيره جدا جدا. الستيب الاولانيه انك انت بتجيب دوكيومنتس من الاكسترنال سورس ده، وبعد كده بتديها كانبوت مع البرومبت لللارج لانجويج موديل علشان يجنريت لك الريسبونس. فكده الراج بتعتمد على external data source وبتعتمد على large language model، في حين ان ال fine tuning انت still معتمد بس على knowledge اللي موجودة في large language model. اتمنى يكون ده وضح الفرق ما بين ال fine tuning and using RAG. وطبعا احنا قلنا فروقات تانية، ان الRAG اسرع و more cost effective عن انك انت تعمل ريتريننج وفاين تيونينج. دي بقى اللي هي الفروقات اللي تعتبر تكنيكال او بزنس يعني بالنسبه للناس اللي بتستخدمها. اعتقد احنا الوقت خلص كده استاذ محمد، نقدر نكونكلود الويبينار. تمام يا باشمهندس. بالنسبه للناس اللي بتسال يا جماعه على الريكوردد سيشن للويبينار، هنبعتها ان شاء الله الفيديو، وهيتعمل له سيتلمنت ويتبعت لكم ان شاء الله رب العالمين مع البي دي اف الخاصه بالسيشن نفسها كتوبيك. باشمهندس احمد مشكورا، هيبعت لنا البي دي اف برزنتيشن نبعتها للناس، وهنبعت كمان الريكوردد فيديو ما تقلقوش باي ايميل الناس اللي حضرت. يعني بشكركم وبشكر باشمهندس احمد، وكل سنه طيبين، واتمنى ان شاء الله اشوفه في بنارز قادمه، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.